السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعد الله مساكم بكل خير إخواني متابعيني. اليوم جبت لكم شرح بسيط مثل ما عودتكم، الشروحات تكون بسيطة دائما، أشياء مفيدة ومهمة في نظام أندرويد. يعني بدل ما نشعف في الأندرويد أو النظام ونحاول ندور البرامج والأمور هذه، أنا دائما أحب أختصر للناس اللي ما يحبون اللخبطة والأمور الكثيرة، فيختصرون الأمور كثير بحيث أنه إذا كان يبغى تطبيق أو اسم أو ملاحظة أو أي شيء يلقاه بشكل سريع بدون لخبطة بدون حشو بدون أمور زي ما تفضلت. طيب اليوم عندي لانشر مثل اللانشر اللي نزلناه بالفيديو السابق. أنا لي فيديو سابق عملت شرح عن لانشر يختصر لنا أمور كثير. اللي مو عارف ايش معنى لانشر، لانشر هي واجهة تختلف عن واجهة النظام الأصلي أو الشركة، فبإمكانك أن تخصصها بطريقتك بدون ما تخلي فيها حشو أمور زي كذا. يعني مثلا تكون الواجهة عندك 3 منافذ أو نوافذ لا أكثر أو نافذة ودرجة تطبيقات، وتحط ويدجت أو اختصارات لتطبيقات أو ويدجت اختصارات لما الأخبار اللي داخل التطبيقات. فأنا بحب أختصر الموضوع هذا كله. اليوم لقيت لانشر جدا جدا رائع. اللانشر هذا يدمج بين شركة جوجل وشركة مايكروسوفت. اللانشر خاص بشركة مايكروسوفت. مايكروسوفت مثل ما أنتوا عارفين هي الشركة الرائدة في أنظمة ويندوز. طبعا اللانشر هذا في معه إضافات معينة بإمكانك تركبها وبإمكانك ما تركبها، أنت حر. اللانشر هذا هو لانشر مايكروسوفت. اللانشر هذا جدا لانشر خفيف، خفيف ويركب نفس التطبيقات او نفس التخصيصات اللي عملتها في الـ في الـ في الـ في, الـ في الفيديو السابق موجوده في هذا الفيديو. اللانشر هذا مثل ما انتم شايفين اسمه مايكروسوفت، هو من شركه مايكروسوفت، يعني بدون اي تعديل بدون اي لخبطه. لانشر خفيف، لانشر راح اشرحه على السريع. هذا اللانشر أنا راح أضع رابط أو رابط اللانشر في الشرح في الوصف، وراح أعلمكم إيش الإضافات اللي تفيد مع هذا اللانشر. اللانشر هو مثل لانشر النوفا واللانشرات اللي يشوفونها، ولكن الرائد حتى الآن اللي شفته هو مايكروسوفت. جدا جميل في التخصيص مثل ما أنتم شايفين. أنا خليته على صفحتين فقط بدون ما تلخبط، عندي هذه الصفحة وعندي هذه الصفحة فقط. طبعا الصفحة الموجودة عندي هنا أنا وضعت فيها أنا عندي تطبيق للطقس، التطبيق هذا معروف خاص في الطقس عندي اسمه Today، هذا التطبيقي الخاص للطقس. طبعا التطبيق هذا موجود له إضافات عنصر في الواجهة، يعني موجود له، لكن أنا وضعتها فين؟ في الدرج اللي كلمتكم عليه أو في البار اللي كلمتكم عليه. المكان هذا بإمكاني أحفظ فيه كل الوجتات بدون ما ألخبط الشاشة. عندي هنا مثل ما تشوفون البريد، طبعا البريد بالأوتلوك دمجت البريدين، بريدي اللي مثل ما انتم شايفين جوجل، وبريدي مثل ما انتم شايفين الأوتلوك اللي هو من شركة مايكروسوفت البريدين. وعلى فكرة ترى البريد حق الأوتلوك جدا رائع لأنه يعطيك تنبيهات بعكس الجيميل أو تطبيق بريد الإيميل أو بريد جيميل. نفس التطبيق سيء ما يعطي الإشعارات، لكن هذا ممتاز. أنا أشوفه صراحة يعطي إشعارات. وذا هو عموما موجود هنا،
هذه كل تطبيقات مايكروسوفت الأصلية. أنا ركبت الأوتلوك وركبت البينج عس اللي بيسأل بعدين، وركبت اللي بيسألني عن الموجود في الشرح، وركبت الكيبورد. طبعا كل الأمور هذه راح تلقاها بعد ما تركب النظام. وعندي درايف لكن ما ركبت درايف حاليا، أنا عندي ويندوز فما أحتاج إني أركبه هنا. مثل ما شفنا في البداية حطيت الطقس، بعدين حطيت علبة الوارد. أي رسالة راح تجيني هنا في علبة الوارد بدون ما أدخل وأشوف شيء، بإمكاني أحذفها وبإمكاني أعرضها عرض كامل. كذلك عندي حذفناها فما في شيء موجود. كذلك عندي الأحداث، راح تجيني الأحداث هنا. اللي عندهم أنظمة ويندوز راح يشوفون الأحداث دائما هنا. عندي كذلك تحرير القوائم اللي هي في المهام، بإمكاني أعمل مهمة معينة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مثلا، عندي هذه المهمة، أهلا وسهلا. طيب ممتاز، صارت هذه عندي مهمة، بإمكاني أضغط عليها تعليم، أهلا وسهلا تم. نقول له تم، متى تبغاها؟ بالصباح، في الأمور زي كذا، فأقول له تم. هذه مهمات المهام، خلاص المهام اليومية ما عندي، مهام جميعها خلاص سوي له تعليم، حذفنا خلصنا من المهمة. نجي نشوف المهام، جميع المهام أو المهام المنتهية، هذه فيها المهمات. مثلا يعني أنا أبغى أقول لهم مثلا عندي موعد الساعة 7، خلاص اوكي، راح يحدد لي وراح يعطيني الموعد وراح يقفل. متى ما اشوف الموعد راح يقفل، يقول لي انت جات المهمه حقتك الساعه 7 وشيء من هذا القبيل. المزيد مكتمل، هذا اللي اكتملت اول معايا، اهلا وسهلا. لكن المهمه الحديثه موجوده هنا، ف لين تجي الساعه 7 راح يقفل المهمه. عندي كذلك الملاحظات، عندي اقدر اكتب هنا ملاحظه نصيه كتابيا، او اقدر اكتب الملاحظه بالشكل هذا مثلا اهلا، فبتصير عندي الملاحظه، بامكاني ادخل على الملاحظه المزيد مثلا، او المزيد نعم حذف، او اني احذف هذا الملاحظه، او اني اعمل عليها تعديل من الامور هذه. طيب هذه كلها راح تكون بالوجهة قدامك. طبعا هذه التطبيقات اللي أنا دائما استخدمها بكثرة راح تكون بالوجهة قدامي. مزيد راح تطلع لي كل التطبيقات. عندي كذلك معلومات السيرة أو أي ملف خاص فيني، مثلا ملفات البي دي اف راح تكون موجودة قدامك، ملفات الوورد، أي مستند داخل الهاتف وورد بي دي اف راح يطلع بالشكل هذا وراح تشوفه. طبعا عندي هنا الصور الحديثة، عندي كذلك آخر الألبومات والصور الحديثة راح يطلعها لي هنا بالواجهة دي. عندي كذلك استخدامي أو طريقة استخدامي، طريقة استخدامي أكثر شيء واتساب مثل ما تشوفون، تويتر، كروم، جوجل وغير ذلك. طبعا هذه تعتمد وياخذها من استخدامك في جوجل، في نفس نظام جوجل، فيعمل لك اياها على شكل ويدجت ويختصر لك اياها. عندي هنا اخبار جوجل، فانا ما احتاج، لان اخبار جوجل فيها عدم مصداقيه صراحه، فاحاول اتجنب منها. نحذفها مثلا، بامكاني اضيف هنا، عندي الرسائل واتساب تجيني هنا، بامكاني اضيف اي ويدجت من الوجتات الموجودة في نفس بار الوجت. هذا هو الاختصار السريع. عندي التطبيقات مثل ما تشوفون بالشكل هذا، راح طبعا تجيني راح يجيني الـ مثل ما تشوفون البحث من البنك، راح يجيني البنك أو مايكروسوفت، راح يجيني بحث بطريقة ثانية مثلا صحيفة الشرق الأوسط، خلاص هذا مايكروسوفت متصفح إج، فتح لي صحيفة الشرق الأوسط. البحث الصوتي مفعل، البحث عن أي باركود معين أو أي علامة تجارية معينة أنا ماني عارفها، فمثل ما تشوفون هذا بحث، يقول لي أنت إيش تبغى تبحث، بقول له كود، هذا الكود
طلع لي الكود، طلع لي نوع المنتج. مثلا ابغى اسوي بحث لهذا المنتج، مثلا تم نصور، راح يطلع لي معلومات ال راح يطلع لي مع دقيقة معليش ما عندي مشكلة في الكاميرا، راح يطلع لي معلومات الأمور كثير. أتمنى أني أفدتكم، يعني حتى في البحث راح يجي فوق التطبيقات اللي أنت تستخدمها بكثرة، السحب راح يطلع لك التطبيقات، حتى في البحث راح يعطيك آخر محفوظات لك وآخر تطبيقات لك أنت عملت لها بحث. أتمنى أنه الشرح هذا فادكم، إذا فادكم الشرح لا تنسون الاشتراك في القناة، اللايك، مشاركة الأصدقاء، لأنه صراحة أي شيء أنا بنزله ودي يكون مفيد لكم أكثر من ما يكون حشو ما نستفيد منه. فقناتكم هذه قناة تعليمية وتثقيفية وتوعية بشكل أكبر من ما تكون يعني قناة حشو. وكان معاكم أخوكم أبو ريان، أتمنى المشاركة، أتمنى دعم القناة إذا عجبكم المحتوى. إذا عندكم أي استفسار تكتبونه بالكومنت، وأنا إن شاء الله أكون حاضر أي استفسار وبخصوص اللانشر هذا أو أنظمة أو أي شيء، إن شاء الله أني أحاول أني أساعدكم يعني باللي أعرف وقد ما أقدر. وهذا كان كل شيء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.